يا صباح الخير والأمل والسعادة والتفاؤل، يا رب يوم جديد ويوم سعيد وجمعة مباركة على كل اللي بيشوفونا وعلى مصر كلها يا رب بإذن الله. بصبح على حضراتكم وكمان بصبح على حاتم. صباح الفل. صباح النور يا نجلة، صباح النور مشاهدينا الكرام، وبسم الله الرحمن الرحيم، يا رب الصحة يا والستر ورضا الوالدين وحب الناس، ويجعل نهارنا نادي إن شاء الله، نشوف بلدنا أجمل بلد في الدنيا إن شاء الله. أمين يا رب بإذن الله. وبنقول وبنعيد وبنكرر، علشان نشوف بلدنا أجمل بلد في الدنيا لازم كلنا نشتغل، لازم نكون كلنا على قلب رجل واحد، علشان نقدر إن احنا نحقق، عشان نقدر إن احنا نتخطى صعوبات كتير وتحديات كتير بتواجهنا وكلنا بنشعر بيها كمصريين. للأسف الشديد عندنا تحديات كتير، وأعتقد إن احنا ما عندناش اختيارات كتيرة، بالعكس اختياراتنا محدودة جدا، لكن علينا كلنا ان احنا نشتغل، وعندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى دايما في يعني مصر في حماه، ودايما في صالح المواطن المصري. بس المطلوب ان احنا كلنا نشتغل ونشتغل بجد، ونحاول ان احنا يكون عندنا طاقة امل ايجابية في وسط كل المشكلات اللي بنواجهها، لكن الامل هو الشيء الوحيد اللي بنعيش عليه، ودايما هو بيكون السبيل ان احنا نتغلب على كل مشكلاتنا بإذن الله. ودام بقول الأمل يبقى بقول الشباب، يبقى بقول المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله نبعد عن الطاقة السلبية، نفكر كده الناس اللي بتدينا طاقة سلبية نبعد عنها، ونثق في قدراتنا، احنا كويسين وماشيين كويس على التراجيك بتاعنا، والموضوع إن شاء الله مصر تبقى احسن واحسن واحسن، بس نثق في نفسنا شويه ونشتغل شويه. نتحول الى الايجابيه بقى، ونسيبنا من الطاقه السلبيه، بنعترف بالمشكلات زي كل مره بنطلع بنقول، لكن عندنا حاجات ايجابيه لازم نلقي الضوء عليها. النهارده عندنا 3 فقرات، وللاسف احنا بس بنبقى ساعه، فعايزين نلحق نخش بسرعه على فقراتنا عشان ندي ضيوفنا حقهم في ان هم يظهروا ويتكلموا معانا كتير في الموضوعات بتاعتنا. موضوعاتنا مهمه جدا. اول موضوع عندنا النهارده، اول موضوع زي ما بنقول ان احنا بنتكلم على الطاقه الايجابيه وعلى الامل، يبقى بنتكلم عن الشباب. الشباب من حقه ان هو يكون عنده نوع من الطمانينه ونوع من الامل والطاقة الإيجابية. علشان كده النهاردة بنناشد كل المسؤولين، نقول لهم إيه الجديد اللي بتقدموه في عام الشباب اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيه التغيير في إدارة منظومة الشباب في مصر، وزارة الشباب بتقدم إيه للشباب في الوقت الحالي. هيكون معانا دكتور يوسف الورداني معاون وزير الشباب، ونشوف إيه الجديد في مواجهة ظاهرة من الظواهر السلبية اللي بنواجهها، وهي ظاهرة التطرف اللي للأسف الشديد بيكون عليها أو ليها انعكاسات على أشياء كتيرة جدا في المجتمع. علشان كده بنشوف إيه الجهود اللي بيتم بذلها في مواجهة هذه الظاهرة. صحيح. ومن الفقرات اللي معانا برضو هيكون معانا الناقد الرياضي دكتور محمد جمال، هنتكلم عن استعدادات لعيبة مصر في ريو دي جانيرو، يمكن خلاص فاضل أيام قليلة جدا وتبدأ الأولمبياد ريو دي جانيرو. الأولمبياد بشكل عام هي العرس الرياضي، لأن العالم كله بتتجه أنظاره لهذه البطولة أو هذه الدورة أو هذه الأولمبياد. احنا طالعين في كام لعبة، ورايحين نعمل ايه، رايحين تمثيل مشرف ولا رايحين نجيب ميداليات؟ طب علشان نبقى عارفين بس كل حاجة، كل مباراة وكل بطولة بيبقى ليها ظروف معينة. ممكن بطل العالم يبقى موجود في بطولة مثلا او في مسابقة النهاردة، ممكن يحصل له اي حاجة، يجيله حرارة، يجيله اي حاجة في بطنه توجعه، ما يبقاش كويس، حاجة طرقة وحاجات طرقة. وفي نفس الوقت ممكن ربنا يكرمه يبقى حاجة كويسة جدا، ويعمل يكسر رقم عالمي او رقم اولمبي جديد. عندنا امال كتير ان شاء الله، وبنتمنى يا رب ناخد ميداليات كتير عشان نفرح، لان احنا بصراحة نفسنا نفرح كل يوم بشبابنا الجميل اللي بيرفع علم مصر، ويتسبب في ان النشيد الوطني يعني يتعزف في ارض يمكن مش مصرية، يمكن في ريو دي جانيرو في البرازيل. مجنونة كرة القدم، معشوقة كرة القدم، وكرة القدم بتعشقه وما بيعشقه كرة القدم، وكمان الالعاب الاخرى اللي هتفرض نفسها جنب كرة القدم في الاولمبياد. صحيح. ربنا يوفق يا رب كل الفرق المشاركة، وتقدر ان هي تحصد بالفعل اكبر قدر ممكن من الجوائز، واكتر عدد من المرات اللي يرفع فيها علم مصر ويعزف السلام الجمهوري المصري بإذن الله. كمان عندنا النهاردة فقرة لفن من الفنون اللي مش ملقى الضوء عليه بشكل كبير، ورغم ان هو يعني فن ممتع ومحتاج لقدرات خاصة جدا ومحتاج لإمكانيات للي بيقوم بهذا الفن، هو فن البانتومايم. فن البانتومايم من الفنون اللي يعني بيبقى ليها كده قدرة على التقديم الخاص بحركات معينة وبأسلوب معين وبطريقة معينة. هيكون معانا النهاردة في فن البانتومايم صفاء محمدي وأحمد برعي، وإن شاء الله نستمتع ونتعرف أكتر على هذا الفن الجميل وهو فن البانتومايم. دي فقراتنا اللي هنتقابل فيها مع حضراتكم. ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع على طول مع أهم فئة من فئات المجتمع المصري، وهي فئة الشباب.